بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي طلاب الصف الحادي عشر الأدبي بمدرسة التميز النموذجية، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة علم النفس. درس اليوم أحبتي بعنوان العمليات العقلية. أول شيء يا شباب حابين نتكلم فيه أو نسأله، ما هي القدرات التي يمتلكها الإنسان دون سائر الكائنات؟ في شيء ميز الله به عز وجل الإنسان عن سائر الكائنات، ما هو هذا الشيء يا شباب؟ طبعا العقل. الإنسان هو الوحيد اللي الله عز وجل أعطاه العقل عشان يقدر إنه يفكر فيه. درس اليوم هو اسمه العمليات العقلية. إذا الله عز وجل ميز الإنسان دون سائر الكائنات بالعقل عشان يقدر إنه يفكر ويقدر إنه يعي الأشياء ويدرك الأشياء من حوله. فبالتالي هنتكلم عن أول شيء التعليم. نتكلم عن التعليم. لو طلعنا يا شباب أو قارنا ما بين سلوك الطفل الوليد اللي لسه مولود حالا وسلوك الطفل في المرحلة الابتدائية، هل نفس السلوك الطفل في الابتدائي نفس سلوك الطفل اللي لسه وليد لسه مولود؟ طبعا هتشوف ان في اختلاف كبير في السلوك، سواء ما بين سلوك الطفل الوليد وبين سلوك الطفل في المرحلة الابتدائية. طيب شنو الفرق ما بين سلوك الطفل في المرحلة الابتدائية وسلوك الوليد؟ نجد ان سلوك الطفل في المرحلة الابتدائية اصبح اكثر وعي، يقدر ان يقوم بالعديد من الاعمال ما كان يقدر يسويها في مرحلة المهد او في مرحلة الولادة. يعني لسه لما كان لسه وليد ما يقدر يسوي نفس، يقدر يتكلم، اصبح انه يعرف انه يتكلم، يعرف انه يمشي، يعرف انه يعد بعض الارقام او ينطق بعض الحروف. اذا التغير اللي حدث له انه بدأ انه يتعلم بعض النقاط. التغير في السلوك الانسان يتم من خلال عملية التعليم، يتم من خلال عملية التعليم. طيب اذا ما المقصود بالتعليم؟ ما المقصود بالتعليم؟ خلي بالك وركز معايا في التعريف اللي معروض امامك على الشاشة، عشان راح نستخلص من هذا التعريف عدة نقاط اساسية هي محور كلامنا اليوم ان شاء الله. المقصود بالتعليم مجموعة التغيرات الثابتة نسبيا، مجموعة التغيرات. خلي بالك من التغيرات لان الحين بعد شوية بنستخدمها. التغيرات الثابتة نسبيا والتي تحدث نتيجة مرور الانسان بخبرة. نتيجة مرور بانسان بخبرة، نركز على كلمة خبرة، او من خلال تكرار هذه الخبرة، او من خلال تكرار هذه الخبرة. اذا في البداية يا شباب حابين نعرف ان التغيرات النسبية، التغيرات الثابتة نسبيا بتحدث الاول في شنو؟ بتحدث في السلوك نتيجة مرور الانسان بخبرة او من خلال تكرار هذه الخبرة. من التعريف اللي احنا اتكلمنا فيه يا شباب نستخلص ثلاث نقاط رئيسية. اول شيء التغير، قلنا مجموعة من التغيرات. اذا اول نقطة عندنا التغير. التغير هذا بيحدث في شنو؟ بيحدث رائع في السلوك نتيجة شنو؟ نتيجة مرور الإنسان بخبرة. إذن ثلاث نقاط أساسية راح نتكلم فيها: التغير، شنو هي التغير وكيف يحدث التغير، والتغير بيحدث في شنو؟ بيحدث في السلوك، وشلون بيحدث في السلوك نتيجة مرور الإنسان بخبرة. هنعرف الحين شنو هي الخبرة ويعني وماذا تعني الخبرة. طيب أول شيء التغير. عشان نقدر نقول حدث عملية تعليم لابد ان يحدث في سلوكه تغير، عشان يحدث تغير لابد من وجود فترة زمنية. هذه الفترة الزمنية قد تطول وقد تقصر. طبعا التغير يعني ان سلوك الانسان قبل المرور بخبرة يختلف عنه بعد المرور بخبرة. معنى ايه الكلام اللي احنا قاعدين نقوله يا شباب؟ اول شيء لو حبينا ان احنا نعلم الطفل العد من 1 لـ10 مثلا، من 1 لـ10،
حلو، هنديله درس خلال نص ساعة، نحاول نعلم الطفل العد. فلو الطفل قبل مروره بالخبرة، قبل الدرس، قبل ما نعلمه الدرس، لا يستطيع العد، لا يستطيع العد، ما يقدر يعد من 1 لـ10. طيب لو اديناه درس لمدة 30 دقيقة، نص ساعة، بعد النص ساعة حبينا نقول له عد بروحك، ما عرف يعد، يبقى هنا حدث تعلم، ما حدث تعلم، بالرغم من مرور بالخبرة، لكن ما حدث التغير، هنا التغير لم يحدث، فبالتالي لم تحدث عملية التعليم. طيب لو احنا حبينا ان احنا نعلم الطفل العد من 1 لـ10 قبل، خلال نص ساعة مثلا قبل الدرس، لا يستطيع الطفل العد، بعد الدرس اصبح الطفل يستطيع ان يعد من 1 لـ10، هني حدث تغير ولا لا؟ حدث تغير. لو حدث تغير اذا عملية التعليم قد تمت. واضح؟ ادي ده المقصود بالتغير. اذا التغير هو الاساس من في عملية التعلم، ان يكون حدث تغير في سلوك الشخص. طيب المقصود بالسلوك، السلوك هنا يا شباب ان التعلم اللي حدث او التغير اللي حدث للشخص لابد ان يتجسد في شكل سلوك، سواء كان هذا السلوك ظاهر ام غير ظاهر ام غير ظاهر. طيب الخبرة، ما المقصود بالخبرة؟ الخبرة هنا يعني موقف التعلم، يقصد بالخبرة هنا موقف التعلم، حيث أن عملية التعلم تحتم وجود موقف للتعلم، يكون الفرد من خلاله نشطا من الناحية الجسمية والعقلية. هوضحها لك بشكل أسهل وأوضح. شخص بيحاول يتعلم أن يسوق السيارة، شخص بيحاول أن يتعلم أن يسوق السيارة، جاب معاه أخوه، أخوه قاعد في الكرسي اللي ورا، هو قاعد جنب السايق، هو قاعد يتابع السايق، الاثنين موجودين في نفس الموقف، في نفس الموقف في السيارة يعني اللي هو موقف التعلم موجودين، بس واحد قاعد يتابع السايق وهو قاعد يسوق فتعلم السواقة، والثاني قاعد يطالع الأشجار، منو فيهم اللي مر بموقف بالخبرة أو موقف التعلم؟ هذا الشخص اللي قاعد يتابع السايق وقاعد يشوفه وحركاته واللي قاعد يسويه والتركيز في الطريق وشلون يسوي الإشارات، هنا موقف التعلم، هنا قاعد يتابع السايق بشكل واضح، في حين ان اخوه قاعد يطالع الأشجار. اذا مر بخبرة اخوه؟ لا، انما منه اللي مر بالخبرة؟ الشخص اللي قاعد يتابع عشان يتعلم السواقة. طيب بعد الدرس، بعد اثنين، بدأ ان هو ان 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 يقدر يسوق ويتعلم ان يسوق السواقه. فهنا يا شباب لابد ان يتجسد التغير في شكل سلوك، لابد ان يتجسد التعلم اللي هو التغير في السلوك في شكل السلوك، سواء كان هذا السلوك ظاهر ام غير ظاهر. والخبره يقصد فيها موقف التعلم، يقصد فيها موقف التعلم. طيب عندنا بعد كده نقطة ثانية ومهمة، هو التعلم والنضج. التعلم والنضج لابد ان احنا نفرق، احنا اتكلمنا قبل شوية عن التعلم، لابد ان احنا نعرف ما المقصود بالنضج. النضج يا شباب عملية تغير او نمو تدريجي متتابع داخل الكائن العضوي، داخل الكائن العضوي. اذا النضج داخلي ولا خارجي؟ داخلي. النضج داخلي ولا خارجي؟ داخلي. عملية تغير أو نمو تدريجي متتابع داخل الكائن العضوي، داخل الكائن العضوي. والنضج هو ظهور أنماط السلوك التي تعتمد بصورة كبيرة على نمو الجسم والجهاز العصبي والوراثة. إذن بيعتمد النضج على نمو الجسم وعلى الجهاز العصبي وعلى الوراثة. فنشوف العلاقة ما بين التعلم والنضج، هل في علاقة بين التعلم والنضج ولا لا؟ ده اللي احنا راح نعرفه الآن، العلاقة بين النضج والتعلم أو التعلم والنضج. طبعا النضج احنا اتكلمنا قبل شوية يرجع إلى عوامل داخلية ولا خارجية، إلى عوامل داخلية اللي هو نمو الجهاز العصبي والجسم، بينما يرجع التعلم إلى عوامل
خارجية. إذا النضج داخلي أما التعلم فخارجي، لأن قاعد تتعلم من البيئة الخارجية، اللغة منين اتعلمتها؟ من البيئة اللي أنت عايش فيها، صح؟ أي مهارة قاعد تتعلمها من البيئة الخارجية، القراءة والكتابة وغيره وغيره، كلها بتتعلمها من البيئة الخارجية. إذا التعلم بيكون خارجي، أما النضج فهو داخلي. النضج شرط من شروط التعلم، النضج شرط من شروط التعلم. الإنسان ما يقدر أن يتعلم شيء إلا أن لابد أن يصل إلى مرحلة من النضج معين. بمعنى إن هل الإنسان مثلا يقدر أن يتعلم الكلام قبل نمو الأحبال الصوتية؟ يقدر يتعلم المشي قبل نمو عضلات القدم؟ يقدر يمسك القلم قبل نمو الأعصاب وعضلات اليد؟ بالطبع لا. إذن النضج شرط من شروط التعلم. النضج وحده لا يكفي لحدوث التعلم. بمعنى خلي الأحبال الصوتية نمت، وما في حد يتكلم مع الطفل، وما في حد، والطفل موجود بروحه مثلا، هل يقدر انه يتعلم الكلام؟ ما يقدر يتعلم الكلام. فالنضج وحده لا يكفي لحدوث التعلم. انت مثلا الحين بسن وليكن 16 سنة مثلا او 15 سنة، طيب هل تقدر مثلا تسوق طيارة؟ ما مستحيل. ليش؟ لان انت ما تعلمت، بالرغم ان انت شخص كبير. انا شخص عندي 40 سنة او 42 سنة، هل ان انا اقدر مثلا اسوق الطيارة؟ مستحيل، لان ما تعلمت شلون اسوق الطيارة. فهني مو شرط ان الشخص يكون كبير بالسن ويكون متعلم خبرة معينة، لابد ان عشان تتعلم او توصل لعملية التعلم انك تمر بموقف التعلم اللي هو الخبرة. اذا النضج وحده لا يكفي لحدوث التعلم. طيب، يصبح تعلم المهارة اسهل اذا توافر النضج المناسب له. يصبح تعلم المهارة اسهل اذا توفر النضج المناسب له. بمعنى ان الانسان كلما وصل لسن معين، السن المناسب لتعلم مهارة معينة، فيكون التعلم اسهل. بمعنى مثلا انت بصف واحد او طالب في صف المرحلة في سادس مثلا، يقدر يدرس علم نفس؟ ليش ما يدرس علم نفس؟ لان عقله ما يقدر يستوعب هذا العلم. ليش واخدين التعلم تدريجي؟ ليش مثلا المواد اللي ما تدرس بالمتوسط ليش ما يدرسوها في الابتدائي؟ لسه ما وصل للسن المناسب عشان يقدر يدرسها. اذا لما يوصل للسن المناسب